ارحب بكم اعزائنا المشاهدين في برنامج الشفاء الالهي وما زلت مشغول بموضوع الارواح المحاربه في الجزء الثالث وسنتكلم في هذا عن روح الكذب روح الحماقه ارحب ايضا باسئلتكم وبطلبات صلاتكم واستفساراتكم في اي موضوع على الايميل الموضح واحاول بقدر الامكان الردود عليكم أتقدم بالشكر لقناة الكرمة وكل من ساهموا معي في تقديم هذه الحلقات روح الكذب بيقول عنه الكتاب في أرمية عشرة عدد 14 بلد كل إنسان من معرفته خزي كل صانع التمثال لأنه مسبوك وكذب ولا روح فيه هي باطلة صنعة الأضاليل شعب الرب كان بيلجأ في أوقات معينة حينما لم يعلم أن أو فقد الإحساس أن الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق في ناس بتستشير الكوتشينة في ناس بتقرأ الفنجان في ناس بتذهب لعرافين في ناس بتذهب لمشيرين ليسوا من الرب فعشان كده الرب بيقول لا تتعلموا طريق الأمم ومن آيات السماوات لا ترتعبوا، في ناس بتعتمد على حظك اليوم، على الأبراج، على كل قراءة الكف، أشياء كثيرة كانت موجودة في عبادات الأمم، والرب بيحذر الشعب منها وبيقول له لا تتعلموا طريق الأمم، مش عشان قاعد مع مجموعة وكل واحد بيقرأ الفنجان وفي واحد بيقرأ تدي فنجانك الحاجات دي أو الطالع أو البخت أو آه الأبراج أو الأشياء دي فالرب بيحذر الشعب ويقول له احذر لا تتعلم طريق الأمم. نتيجة ان الشعب كان بيسأل حاجات أو أشياء غير الرب عشان يعرف بيها المستقبل. إيه اللي حصل؟ حصل ضربة عديمة الشفاء في أرميه 10 وعدد 19 بيقول له ضربتك عديمة الشفاء. وسحق ومصائب أه أنا بيوصلني مكالمات كتير من ناس يقول لك يعني حد كان مرة بيتصل بيقول نتيجة التعامل مع أسحار معينة الساحر عمل أعمال خلتنا نبيع بيوتنا نبيع أراضينا نفلس بعد ما كنا أغنياء لأنه أنا عاوز أقول أن كل أعمال الشيطان ذاك لو بتسأل حد غير الرب أو بتسأل أي شخص بيستحضر في برضه اللي بيستحضروا الأرواح ودي حتى موضة في أمريكا في برامج بيعملوها آه زي ما حب شاول يسأل روح صموئيل عن طريق الجن أو عن طريق شخصية كانت تستعمل السحر فأنا عاوز أقول لك حتى الاستشارة الاستشارة ما كانتش الخير أبدا قال له أن الملك زال عنك وأن الرب مسح داود عوضا عنك اوعى تفتكر أبدا أن عدو الخير وأنك لو سألت حد غير الرب هيجيب لك خير أبدا هيجيب نهايتك وده زي ما شاول عمل حتى لو كان هذا الساحر بيستعمل تحضير أرواح فلما جاء روح صموئيل حكم عليه بالنهاية وبنهاية مملكته لكن اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب وليترك رجل اسم افكاره وليتوب الى الرب فيرحمه فعشان كده في تحذير الهي ان احنا ما نستعملش طرق الامم في معرفه المستقبل وممكن تقول دي ما منهاش شر احنا بنتسلى التسالي جابت ضربات عديمه الشفاء جابت غضب وبيقول لانه الشعب لم يدعو باسم الرب وازاي الواحد يتعالج من ضربات بالشكل ده ان كنت استشرت صحرة في الماضي ان كنت لجأت الى العرافين ان كنت قرأت الفنجان او الكف او اي شيء غير كتابي من طرق الامم برضو له ليه علاج ايه العلاج بيقول اسمعوا كلام الرب في ارمية عشرة بيكمل الموضوع بيقول اسمعوا كلام الرب لا تتعلموا طريق الامم لا مثل لك يا رب عظم الرب الهك لا مثل لك يا رب عظيم انت وعظيم اسمك في الجبرات علوا الرب الهنا عظم الرب الهنا لما يكون ليك رئيس في العمل وانت محتاج انك تاخد قرار ينفع تسيب رئيسك اللي معاه قرارك ومعاه مصيرك ومعاه مرتبك وتروح تسأل واحد غريب من شركة تانية ما هوش لي أي حاجة مسؤولية، الرب مسؤول عن شعبه مسؤولية تامة، فعشان كده بيقول لا مثل لك يا رب عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت. وعد الرب إنه يسير في وسط شعبه، إنه كان بيحمل شعبه كما يحمل النسر فراخه على منكبيه، فهل نحتقر مسيرة الرب؟ ونلجا الى عرافين ومشيرين سواء بيقول له يا رب من لا يخافك يا ملك الشعوب في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك يا رب في عدد سبعة ليس من أشعية عشرة أرمية عشرة وعدد سبعة يعني لو لفت الدنيا كلها ولفت الأرض كلها دورت على حكيم أو مشير لن تجد مثل الرب فلا تتنازل ولا تنزل بإلهك إلى مستوى حقير أو مستوى دنيء لأنه ليس بشهادة أرمية أنه لا يوجد في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ما حكيم أو ملك مثل الرب إلهنا أيضا الرب إذا أعطى قولا شوف هنا لما تاخد مشوره الرب ولما تستشير الرب في حياتك وتسمع كلمه الرب ايه العلامه وايه الدليل على ان الرب بيقول كلمته بيقول لو الرب اعطى قولا تكون كسره المياه اي كسره الخيرات يمكن بتستشير حد غير الرب مش في ايده يعمل لك حاجه لكن لو استشرت الرب ذاته هو لا يعطي الحكمه فقط ولا يعطي الراي فقط لكن يعطيك كسره الخيرات ويصعد السحاب ويصنع بروقا ويخرج الريح شوف قد ايه الاكرام لما تسال الرب يعني الرب انا بفتكر في اوقات كنا واحنا بنسوق انا والعيله كنا بنتعرض في اوقات عندنا في الولايه اللي احنا بنعيش فيها بيحصل تورنيدوز او اعاصير كتيره بتمسح بيوت بتشيل عربيات بتوقع تركات لكن مشينا كتير في وسطيها وكنا بنطلب الرب وفعلا الرب كان اللي بيغير الاجواء اللي بيصعد السحاب اللي بيصنع البروق كل شيء كان بيحمينا يغير الطقس يغير حياتك يغير مستقبلك وهو بيكلمك يفتح لك الابواب يمكن انت حاولت تفتح باب لنفسك وبتدور على باب عمل وبتدور على باب شغل لكن ربنا لما هيكلمك بيقول لك انا لما بتكلم كثره المياه والخيرات ستاتي على حياتك رغم انه كان في مئات الانبياء وكان في عشرات منهم لكن حسقيال الوحيد اللي كان عنده روح الحق ليه ايه المظاهر روح الحماقه او اعرف منين اذا انا بسمع صوت الرب من شخص في روح الله او روح حماقه روح الحماقة فيه الذات فكانوا الأنبياء يتكلمون من تلقاء زواتهم عشان كده تروح لواحد تسأله يقول لك أنا رأيي كذا في الموضوع ده يا عم أنا عاوز أعرف رأي الرب أنا عاوز أعرف كلمة الرب اللي بيقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا أن يعني انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم بشكر الرب لأجل قناة الكرمة اللي بتعلن رأي كلمة الله كتير ممكن تسمع ناس يقول لك أنا راي كذا ورأي العلماء ورأي الفهماء ورأي الحكماء ويتوهك بعيد عن كلمة الله عشان كده لو أنت بتسمع رأي في أي موضوع حاول تلاقي الرأي اللي أنت عاوزه فين ده في كلمة الله فاحصين الكتب افحصوا الكتب فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها خلاص، يبقى اذا فحص الكتاب وفحص كلمه الله كان اهل بريه اشرف من الذين في تسالونيك لانهم كانوا يفتشون الكتب كل يوم يرون هل هذه الامور هكذا ام لا. اهل بريه اللي الكتاب وصفهم بالشرف عن باقي الكنائس كانوا يفتشون الكتب ويرون هل هذه الامور هكذا ام لا. الرؤيه او انعدام الرؤيه او واحد يقول لك انا عايش في رؤيه ضبابيه لانه بدون رؤيه يجمح الشعب. في ناس حياتي يقول لك انا عشان اوصل للقرار الصحيح لازم اجرب دي واجرب دي واجرب دي بس الهنا مش اله التجارب. اله الراي الواحد. اله المشوره. الإله الحكيم، الإله القدير، الإله الصنع عجائب، مش بتاع التجارب، فناس لما توفى في حياتها يقول لك أجرب شغلانة واتنين وتلاتة واللي ما ينفعش أجرب غيره، إلهنا ليس إله التجارب لكن بلا رؤية يجمح الشعب. أيضاً في روح الحماقة نجد الهزيمة، الرب يعني بيلوم الناس بيقول لم تصعدوا في الثغر ولم تبنوا جدارا لبيت اسرائيل للوقوف في الحرب في يوم الرب، ده معناه ايه؟ معناه انه كان شعب الله مشغول يبني بيوت ليه، يبني حاجات ليه، يعمل اعمال ليه، يوسع آه ممتلكاته آه لكن يعبيس يقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني ليه ناس لما بتيجي تبني أحيانا بيوت يقع عليها خساير مادية بتبني مشروعات وبعد كده بتعمل إفلاس لأنه في رؤية باطلة وعرافة كاذبة والشعب بدل ما يبني أولا في عمل الرب بدأ يبني لنفسه والكتاب بيقول الرب لم يرسلهم ولا ولو وقفوا في محضري وسمعوا كلمتي ففي ناس عاوزه تاخدها شورت كات انا اسمع صوت ربنا على لسان اي واحد انا اسمع صوت الرب من اي اتجاه اول كلمه تجيني او اعمل ملك وكتابه او اعمل قرعه او اعمل اي حاجه اللي بيها انفذ اللي في دماغي مع ان الرب ساهر على كلماته ليجريها آه روح الحماقه ايضا آه نجد فيه انه هناك في الرب يقول عليهم فناء وهؤلاء الأنبياء لا يكتبون في كتاب ولا نصيب لهم في الأرض أرجو أن تبقوا معنا بعد الفاصل لاستكمال الكلام عن روح الحماقة وسنفهم أكثر كيف ننقاد بروح الله وليس إلى الحماقة شكرا شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at -tv .com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على P.O. Box 36106 Beach, California 90740 أحبكم بكم أعزائنا المشاهدين في اكتمال حلقاتنا عن الأرواح المحاربة كنا نتكلم قبل الفاصل عن روح الحماقة وأعراض هذا الروح بما فيه من الذات من انعدام الرؤية من الهزيمة من الرؤية الباطلة والعرافة الكاذبة أيضا الرؤية التي ليست من الله يكون عليها فناء ويكون فيها سقوط يقول يسقط بناءهم أو حائطهم لدى سقوط مطر أو ريح عاصفة ده زي البيت اللي هو مبني على الرمل ناس كتير علاقتها هشة بالرب يا دوب بيصلي مرة في الأسبوع لو قرأ كتاب بيقرأ خمس ست دقايق في الأسبوع مفيش شركة يومية فعشان كده أول تجربة بتيجي عليه بيسقط أول أتاك أول هجوم يجي عليه من عدو الخير يقول لك أنا انهارت ويعيط ويبكي بالدموع ليه لأنه البيت اللي مبني على الصخر اللي هو الرب يسوع المسيح لو سقطت عليه الأمطار وهبت عليه الرياح فالبيت يثبت لأنه على الصخر مبني. يا ترى أي نوع من الشركة والبناء تبني في علاقتك مع الله؟ هل هي علاقة هشة مثل البناء الرملي لا تقوم على علاقة وشركة يومية وعلاقة تقول للرب لن أطلقك إن لم تباركني مثل قال يعقوب آه أو هي علاقة علاقة رسمية مجرد أداء واجب أم أنك مبني على صخر الظهور لاحظ أنه المبني على الصخر الصخر هو اللي بيشيل البناء والصخر لا يمكن تكسيره لأن عظم من عظامه لم يكسر والبناء المبني على الصخر لا يتهز لا بتجارب ولا برياح ولا بعواصف آه أيضا في روح الحماقة من أعراضه لا سلام فالأنبياء يتنبؤون بالسلام ولا سلام يقول السيد الرب في حزقيال 13 عدد 16 تقول أنا اجتهدت أن أنا أسمع الصوت كتير وسألت ناس كتير وكل واحد قال لي كلمة أنا عملتها طب سألت الرب شخصيا وقفت في محضر الله وانتظرت الرب فمال إليك وسمع صراخك أيضا بيقول الكتاب على بنات الأنبياء الكذبة في شعب الله يعني أحيانا يروح الشخص نشكر الله لأجل سيدات كثيرة أتقياء في شعب الله ويعرفون الرب لكن هناك في بعض حتى الكنائس تتسلط المراه على الرجل والرب الذي هو راس الرجل والرجل راس المراه نشكر الرب لانه كان في الشعب سيدات انبياء وقاضيات كثيرات لكن كانوا يعملون بالخضوع للرب وبالخضوع للرياسات الموجوده في شعب الله لكن في ناس يعني يقول لك هؤلاء البنات بنات الانبياء الكذبه يتنبؤون من تلقاء ذواتهم ذواتهن يعني هو كده يعني كده يا تسمع الكلام يا اما الدنيا هتخرب معاك يبقى في تسلط في الكلام. لكن الرب يريد ان ينقذ نفس الصديق لو انت خدت مشوره كاذبه في حياتك قبل كده وسلمت كل مستقبلك لحد وكذب عليك وادالك كلام كده. لسه في رجاء بيقول الرب انه ينقذ نفس الصديق وقلبه من الكذب ينقذه من العرافه الباطله فيعلم الشعب من هو الرب اذا اذا كان ناس كذبوا عليك ونصبوا عليك باسم ربنا ما هو اسم ربنا دوا بيستعمل في شعوب كتيره وزي ما شفنا اللي حصل في بلادنا وفي بلاد تانيه القتل باسم ربنا والخراب باسم ربنا والناس بتقتل بعض وتنهب بعض وتسلب بعض باسم ربنا، مره واحد اخ لي ازاي انه عيلته سلبوه نهبوه وصحيح أنه العيله فيها احتياجات لكن دايما يسمعوه الايه المعطي المسرور يحب الرب لدرجه ان هو كل ما يسمعوه الايه دي ويكون في احتياج يدي لدرجة أنه فقد عمله وفقد مستقبله وفقد احتياجاته في ناس بتستخدم آيات علشان تخلص عليك آه ممكن عشان كده الكتاب بيحذرنا وبيحذر نفس الصديق وقلبه من الكذب والعرافة الباطلة فيعلم الشعب من هو الرب أكنت بنصح الأخ وقول له انتظر الرب ادخل في علاقة مع الرب صح كل الأشياء تحل ليست كل الأشياء توافق والمعطي المسرور يحب الرب لكن الرب يقول لك عليه تعطيه لا يرتاء أحد فوق ما ينبغي أن يرتقي لكن يرتقي إلى التعقل آه ممكن ربنا عاوزك تدي لكن مش على حساب بيتك لأن الكتاب بيقول من يدبر بيته حسنا أنا بعرف ناس في مثلا ألاقي الإخوة بيسلبوا الأخ اللي عنده والاخر اللي عنده دايما يقول لك فلان ده مليونير ما هو اللي يدي وهو اللي يعمل ويتهربوا من مسؤوليتهم ويتهربوا من الواجبات الموضوع عليهم بحجه انه في واحد غني في العيله يبقى هو المسؤول ده مش وضع كتابي الوضع الكتابي انه لكل واحد اعطيت النعمه حسب قياس هبه المسيح وانه حتى لو الرب اعطاك وانت وكيل فالله بيسأل عن الوكيل الأمين الوكيل اللي ال... ال... هيجي الرب في مجيئه حينما يأتي يقول له نعما أيها العبد الصالح والأبين كنت أمينا في القليل أنا أقيمك على الكثير مش معنى أن عندك أن أخواتك يستغلوك والناس يستغلوك واللي حواليك عشان بيسمعوك آيات يجردوك من كل شيء طيب نروح بعد كده لروح تاني اللي هو الروح القاسي الروح القاسي دوّن في دانيال خمسة نجده في نبوخذ نصر قال دانيال عن نبوخذ نصر للملك بلشسر حينما ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبرس على مكلس الحائط حائط القصر استدعى طلعت يد كتبت على الحائط بتاع مقلس القصر في ايام الملك بلتشاسر كلام مش مفهوم. فطلب دانيال بعد ما استشار كل العرفاء وكل السحرة وكل الناس في المملكه ما يدروش يفسروا العرفاء والفهماء جاء دانيال وقال انت ايها الملك الله اعطى ابائك نبوخذ نصر ملكوتا واعطاه جلال وبهاء وعظمه التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة فأبى وقتل وبيتكلم عن إزاي أنه نبوخذ نصر تجبر وقصت يقول فلما ارتفع قلبه وقصت روحه تجبر انحط من كرسي مملكه في ناس يعني يقول لك الكلام معاه مقاس، لما تيجي تتكلم ما تكترش معاه لأنه ده كل كلمة محسوبة معاه. طيب مثال ذلك نبوخذ نصر، إن كان ال... إن كنت أنت في عظمة فدي ربنا اللي ادهالك. إن كنت أنت في قوة وفي نعمة فدي ربنا اللي ادهالك. لكن عمل إيه نبوخذ نصر؟ ارتفع قلبه قست روحه، الروح القاسي. يبقى ممكن الغنى ما عصر دخول الأغنياء بيقول دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله فهل الغنى والجبروت معناه أنه صعب أنت شخص صعب جدا الناس توصلك أو تتكلم معاك كلمة وكل كلمة بحساب لما ارتفع قلبه وقصت روحه تجبرة انحط عن كرسي مملكته ونزع عنه جلاله وطرد بين الإنسان وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير الوحشية فأطعموه العشب كثيرا وابتل جسده بندى الماء حتى علم أن الله العلي هو المتسلط في مملكة الناس وانت يا بل ابنه لم تضع قلبك يعني انت عندك اختبار في العيلة شفت ابوك الغني بينزل وشفت ابوك الغني اللي كانت كلمته بتهز العالم كله أكله مع الحمار الوحشي ما الراجل اللي كان يعني عمل مملكته على احدث طراز واحسن طراز وكان فيها الذهب وكان فيها الفضه ما بقاش لاقي هدمه يحطها على جسده وابتل جسده بندى السماء وصل الى فقر مدقع ما تتعلمش الدرس من بابا شفت بابا بيموت قدامك وشفت بابا بيجوع وبيعطش واعتقد ان هو اللي جاب كل حاجه بقدرته وضاع منك في مرض ومات منك فجاه وانتهت حياته فجاه حتى نبوخذ نصر استوعب الدرس لكن ابنه ما استوعبش نبوخذ نصر استوعب وعلم ان الله عليه متسلط في مملكه الناس ورجع للرب وبيقول وانت يا تشسر ابنه لم تضع قلبك مع انك عرفت كل هذا بل تعظمت على رب السماء فاحضروا قدامه انية بيته انت وعظمائك وزوجاتك وسراريك جبتوا انية الرب وخدتوا انية الرب الذهب والفضه وشربتوا فيها الخمر وسبحت آلهة الفضه والذهب وبقى الهك هو الذهب والفضه الناس كلها طبعا بتدور على الذهب والفضه لانه دايما الذهب في السوق ثمنه بيعلى فايه مصير الناس اللي لها الفضه والذهب وكمان الحديد والخشب والحجر التي لا تبصر حتى عنده حاجات خشب كده بيستشيرها وحاجات حديد وحاجات بيكلمها بيعمل ايه اما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة منا منا تقيل وفرسين وده معناه أحصى الله ملكوتك وأنهاه وتنقسم المملكة وتعطى لمادي وفارس أدعوك عزيزي المشاهد قبل ما تنقسم المملكة وقبل ما تفقد سلطانك على كل شيء أن ترجع إلى الرب وإلى مسيحه ولنرجع إلى الرب هو عارف قلوبنا فاحص القلوب والكلى يهدينا إلى طريق الخلاص وطريق الحق بالاتضاع أمامه فيرفعنا في حينه إلى اللقاء وشكرا لكم